بسم الله الرحمن الرحيم. السادة النقباء العرب، السادة الأمناء العامون المساعدون لاتحاد المحامين العرب، ضيوفكم أبنائي وزملائي المحامين، كل عام وحضراتكم بخير. يأتي هذا الانعقاد السنوي في توقيت عصيب وفي توقيت هام وفي مرحلة سوف يذكرها التاريخ. سوف يذكر التاريخ الميلاد التشريعي لنقابة المحامين عام 1912، وسوف يذكر التاريخ الميلاد التشريعي الثاني لنقابة المحامين في 2019. هذا الميلاد العسير الصعب الذي واجه أعتى وأشرس العداوات والخصومات، فأشد العداء هو عداء القربة وذوي القربة، وأشد لدد هو لدد الأقرباء عندما يجمعهم أسرة واحدة وبيت واحد، فيحاول البعض أن يدمر هذا البيت وأن يفتت هذه الأسرة بأي ثمن وبأي وسيلة وبأي أداة. لم يتوقفوا عن حربهم لهذا المجلس ولهذه النقابة طوال 20 سنة السابقة. هم بذواتهم، هم من خاضوا كل المعارك الانتخابية ولم يوفقوا فيها. كانت إرادة المحامين هي التي اختارت مجلسكم العام ومجالسكم الفرعية. لم يعين فينا مجلس ولم يعين فينا نقيب، كانت إرادة المحامين هي من اختارت. لكن عندما أردنا تنقية الجداول، قاومنا من أهلينا ومن حرض علينا من أجل أن يدمر نقابة المحامين. عندما قلنا بلسانكم أن المحاماة لمن يعمل بالمحاماة ولا يجوز لغير المشتغلين بالمحاماة أن يحصدوا من حصادها ولا أن يأخذوا من مواردها، وبدأنا خطوات الانضباط بوضع قواعد القيد والتجديد السنوي، قاومنا من قاومنا واستطعنا أن نجتاز المعركة واستطعنا أن نحافظ على القوام الحقيقي لنقابة المحامين، ليس كما لكن كيفا قبل الكم. استطعنا أن نحافظ على بقاء نقابة المحامين بالمحامين. عندما حملت الدبلومات أن يقتحموا نقابة المحامين ليشاركوكم أيضا حصادكم ومواردكم، قاومناهم وجاء من يقاومنا ونحن نقاومهم وساندوهم في مواجهتنا أمام المحاكم وأمام ساحات النقابة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. من حضر ضد نقيب المحامين ليحبس نقيب المحامين لأنه رفض قيد التعليم المفتوح محامين، لكن من انتصر لنقيب المحامين هم المحامين، كل المحامين.
من شاهدتوهم في 15 يناير كانوا رموزا للمحاماة المصرية، الكبير والصغير، الشيخ والفتى والفتاة، رأينا كل الأعمار، كل المقاصد المهنية الرفيعة تقف لتدافع عن نفسها وتدافع عن المحاماة في أشرف المعارك وفي أنصعها، وانتصرنا وانتصرت إرادة المحامين. وعندما أردنا أن نستكمل البنيان التشريعي قاومنا من قاومنا وراهنوا على عدم نفاذ القانون وادعوا كذبا أن القانون قد دس خلال شهور فائتة أو سابقة، خلال 6 شهور، وهم يعلمون أن هذا القانون وهذا المشروع قد نوقش لسنوات طويلة في مؤتمراتكم المختلفة وفي جمعياتكم العمومية المختلفة، وذهب منهم من ذهب للبرلمان ليستعدي عليكم وعلى قانونكم بعض النواب من أجل إسقاط المشروع، لكن انتصرت إرادة المحامين وانتصر المشروع وانتصرت المحاماة بأعلى وأقدر وأقدم وأعز تعديل تشريعي في تاريخ المحاماة. شوف لي وسطك صاير. احنا بنباهي بما تم إنجازه، لأن هذا حصاد نضالكم الطويل طوال السنوات السابقة. هذا ليس اختراعي ولا من مؤلفاتي، هذه النصوص هي التي وضعتموها في مناقشاتكم ومداولاتكم المختلفة، فصغناها وقدمناها وانتصر البرلمان للمحاماة والمحامين في أعز المعارك. استطعنا قبل ذلك أن نثبت دستوريا كل ضمانات المحاماة والمحامين وحصناتهم، واستطعنا أن نعزز كل النصوص المهنية للمحامين والحصانة التي قدمت في التشريعات المختلفة لكي تصبح من النظام العام منصوص عليها في الدستور، لا يجوز لتشريع أن يخالفها ولا قرار أن يضربها، واستطعنا أن نعززها وأن نضع فصلا في الدستور المصري في الفصل السادس اسمه المحاماة، لأول مرة في تاريخ الدساتير، لأول مرة في تاريخ الدساتير يكون للمحاماة فصل. هذا شرف نستحقه وتستحق المحاماة. المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع، مش منا ولا خطاب، وإنما هو حق دستوري أصبحت هذه الشراكة بمقتضى الدستور. من يعارضها، من يقاومها، من ينقضها قد نقض الدستور. عندما ينص الدستور على أن كفالة حق الدفاع حق دستوري لكافة المواطنين، وأن تعزيز المحاماة واستقلال المحاماة هو ضمانة كفالة حق الدفاع في المجتمع، هذا تأكيد دستوري جديد كنا في حاجة إليه من أجل أن نترجم كل النصوص التي خرجت إليكم بمختلف مناحيها، مناحي عززت الحصانة المهنية التي كنا نتحدث عنها في جرائم الجلسات وفي السب والقصف والإهانة المتلبس بها. ودائما أقول أن المحامين دون باقي الفئات صاحبة الحصانة معفية من التلبس في هذه الجرائم، ولا توجد فئة معفية من جرائم التلبس إلا المحامين في نصوص المواد 49 و50 و51. عززناها أمام جهات المحاكم أولا، ثم دستوريا أمام جهات التحقيق وجهات الاستدلال. أيضا أكدنا على الحماية المهنية للمحامي أثناء أداء عمله ضد الدعاوى الكيدية من خصومه وخصوم موكليه، فحميناه من الاحتجاز أو الحبس بأي شكل من الأشكال وبأي وصف من الأوصاف، وجعلنا اختصاص
الذي يرجع إليه في أي مخالفة تنسب للمحامي هو المحامي العام الأول للاستئناف المعني والمختص مكانيا بالأزمة أو بالمشكلة أو بالاتهام. ده تعزيز غير مسبوق أصبح الآن مسطرا في القانون. أيضا لأول مرة ننص وسوف تناقشون في المؤتمر مدونة السلوك المهني للمحامين علشان نحافظ على قيمة المحاماة ليس فقط بين المحامين وبعضهم البعض ولكن بين المحامين والمجتمع لكي نقدم نموذجا رفيعا للمحاماة أمام المجتمع. كيف نقدم النموذج الذي يحترم كل الناس ليرفعوا لنا جميعا القبعات عندما نقدم مدونة سلوك تحاسب من يخطئ وتعاقب من يخطئ حتى لا تكون للمحاماة أو تتحمل المحاماة جريرة المخطئين. أيضا لأول مرة تمنح نقابة المحامين ومجلسها وضع الضوابط السنوية لشروط القيد وربط أدائها بأداء الخدمة ووضع الضوابط السنوية وفي كل وقت وفي كل حين ضماناً لكي لا يستمر في جداولكم إلا المحامي المشتغل بضوابط حقيقية ابتداء من 2021 مفيش قبول في نقابة المحامين إلا باختبار تشرف عليه لجنة علمية. نقابة المحامين مش هتصبح من الآن بوابة يدخلها من يريد، سوف تصبح نقابة المحامين لها القيمة التي تستحقها. ليس ذلك فقط ولكن أكاديمية المحاماة التي نص عليه القانون الجديد، أكاديمية المحاماة تقدم مؤسسة علمية جديدة لن يصبح عضوا في نقابة المحامين ولن يتقدم للاختبار فيها إلا من يتجاوز هذه الأكاديمية أيضا اعتبارا من 2021. هذه القيمة التي وضعت لترفع من شأن المحاماة ومن شأن من يتقدم إليها. وكنت أقول وما زلت أقول وأؤكد يمكن لأي خريج حقوق أن يصبح وكيلا للنيابة أو قاضي أو ضابط، لكن لن يكون اعتبارا من 21 محاميا إلا من يحصل على مؤهل من أكاديمية المحاماة. لكي نضع نقابة المحامين في مكانتها ومكانها الطبيعي الذي تستحقه والذي تستحقونه. أيضا في عام 2003 استطعنا أن نعدل المادة 187 لترفع أتعاب المحاماة التي تمثل أهم الموارد وأعز الموارد للمحاماة والمحامين، فرفعنا الفئات بعشر أضعافها. ولن أتلو عليكم النص، الخمسة بقت 50 والعشرة بقت 100. في 19 أضفنا ميزة جديدة وهو تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة. ليه؟ لأن احنا عانينا وما زلنا نعاني من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها أو المحكوم بها. معظم هذه الأحكام لا تنفذ وبالتالي ليست هناك موارد، وما ينفذ يوضع في وزارة المالية في الخزانة العامة ولا يمكن استرداده إلا بأصول المستندات التي أصلا غير موجودة إلا مع أطرافها. فعانينا كما تعلمون خلال السنوات السابقة كيف استطعنا أن نعيد مدخولات المحامين من أتعاب المحاماة. فبعض الناس قالت ما أنت كده بتلزم اللي بيرفع الدعوة وقد لا يكون خاسر الدعوة هو المسؤول عن السداد. وأنا بقول لحضراتكم طب ما أنتم بتدفعوا الرسوم وأيضا بتكسبوا الدعوة، أنتم بتدفعوا صندوق دعم القضاة عند رفع الدعوة. لما نقول صندوق المحامين عند رفع الدعوة
نسمع فلسفة ونسمع تخاريج حوالين الدستورية وعدم الدستورية؟ لا، دستوري دستوري ونص أتعاب المحاماة. ليه؟ ليه دستورية؟ لأنه النص المتعلق بخسر الدعوة متعلق عند الحكم فيها. أنت تدفع إذا أنت خسرت الدعوة فقد سددت ما عليك. النصف الآخر بقى من الذين كسبوا هذه الدعوة ورفعوا الدعوة وكسبوها بيرجعوا على خصومهم علشان يسردوه. يقوم كل محامي بالنيابة عن النقابة في استرداد قيمة الدعوة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة التي هي أهم موارد المحاماة والمحامين. أنت بمقتضى النص هذه الأتعاب تقول مباشرة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والمعاشات، بمعنى أن التحصيل اليومي اللي احنا أجريناه مع وزارة العدل بيجعل المحكمة تحصل اليوم وتودع اليوم في حساب صندوق المعاشات إيرادات أتعاب المحاماة يوما بيوم يوم بيوم وساعة بساعة بتدخل ميزانية نقابة المحامين أموال أتعاب المحاماة. فلما ندخل للمحامين موارد جديدة كانت في حكم المعدومة أو المجهولة القيمة فيما يمكن أن نحصلها في مجملها بعد سنوات أو بعد شهور أو غيرها، يصبح هناك عداء لفكرة النص. أنا شخصيا أتحمل مسؤولية هذا النص وأقول أنه نافع نفعا محضا للمحاماة وللمحامين حتى لأحد المحامين سواء خسر الدعوة أو كسب الدعوة، لأن المحامي في الحالين مسؤول من النقابة في معاشه وفي علاجه، والنقابة مسؤولة على أن ترفع هذه الموارد يوم بعد الآخر وأن تزيد من الخدمة وأن تدعم المحامي في أعز خدمتين يمكن أن يقدموا هما المعاش والعلاج الذي يمكن أن نضيفه. استطعنا أن نحقق هذه الزيادة وهي زيادة في الموارد مبشرة. احنا أول مرة من 2001 يكون عندنا فائض يساوي حوالي 700 مليون جنيه موجودين في النهاردة في ودائع للمحامين اللي هنستخدمها مع باقي الفوائد لدعم كل خدمات المحامين ورفع كل ما يمكن رفعه من أدوات بعد ما مرت سنوات طويلة. رغم ان احنا طوال هذه السنوات اقمنا انشاءات وابنية ومقرات، مقر نقابة المحامين، مقرات في 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 اسوان وفي الاقصر تحت التشييد وفي المنيا وفي التجديد الذي يجري في الاسكندرية وفي كل المحافظات تقريبا، كل مقرات المحامين، كل النقابات الجديدة التي استحدثت لها مقرات دفعت ايضا من موارد نقابة المحامين، ولم يؤثر هذا الدفع ولا هذه المدفوعات على ما على 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 الفائض ولا على الخدمات التي قدمت للسادة المحامين. نحن نقول ونفتخر بأن ما قدمناه من موارد وما قدمناه من خدمات هي خدمات مستحقة للمحامين وهي أقل مما يستحق المحامين، لكن في النهاية هي من معمولات الإمكانيات المحدودة. آن الأوان إن احنا نتحدث عن مدخولات جديدة علشان نتحدث عن ميزات جديدة بإذن الله سوف نشارك فيها أو بها بعضنا مع بعض. الحقيقة اللي احنا قلناه من ترشيد ومن فوائد ومشروعات، رغم ان احنا زودنا المعاشات شوية ورفعنا العلاج ايضا شوية، الا انه الحقيقة في امرين في غاية الاهمية ارجو ان انتوا تركزوا معايا. الامر الاول هو انه معاش المحامي بيخصم منه خروج اي مستحق من المستحقين، مقدم على الجمعية العمومية القادمة قرار
بالاحتفاظ بكامل المعاش المعاش لاخر مستحق للمعاش. هيحتفظ تحتفظ أسرة المحامي حتى لو بقي فيها واحد أو واحدة ابنة أو أرملة بكامل المعاش الذي حصل عليه أو حصلت عليه الأسرة. هذا هو القرار الأول. القرار الثاني وهو المرتبط بموارد الزيادة المباشرة لتحصيل أتعاب المحاماة عند المنبع. الآن مقدم إلى الاكتواري اكتوار النقابة مشروع برفع المعاش أو الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، وسوف نقدم ندعو لجمعية عمومية أنا بتكلم عن المرحلة الأولى، ندعو جمعية عمومية لكي تنظر في التقرير وتنظر في الزيادات المستحقة أو التي يمكن أن تحقق للمحامي. هذه هي مقدمة الموارد التي دخلت في ذمة نقابة المحامين. لا نستطيع أن نتحدث عن زيادة على موارد لم تدخل بعد في ذمة نقابة المحامين. لازم نبقى منصفين ولازم نبقى متمتعين بالدقة حفاظا على التوازن الاقتصادي لهذه النقابة. يمكن أن نزيد كل يوم بس بشرط أن يبقى الموارد زادت كل يوم، وده اللي هنحققه أو ده اللي هيتحقق خلال الفترة القادمة. هيرفع بذات القيمة الحد الأدنى للمعاش المقدم في المشروع 1000 جنيه. حقيقة احنا عندنا قضية كبرى في الوطن كله، قضية اسمها صفقة القرن. صفقة القرن دي البعض بيعتقد أنها لتصفية القضية الفلسطينية بس، إنهم داخلين هينقلوا عاصمة الكيان الصهيوني. بص كده انزل انه عاصمة الكيان الصهيوني هتبقى القدس والفلسطينيين ما لهمش مكان، ويدوروا لهم على مكان في الاردن او في غير الاردن، والبعض بيحلم انه يبقى في مصر. لكن هذا المشروع مفهوم غلط. المشروع الحقيقي في صفقة القرن الحقيقية هو تفتيت الأمة العربية كلها مش فلسطين بس. فلسطين القضية واضحة، احنا في نقابة المحامين القضية بالنسبة لنا واضحة، بنعلنها في كل مكان وفي اتحاد المحامين العرب. احنا شايفين ان فلسطين من النهر الى البحر فلسطين عربية. احنا كنقابة محامين احنا ضد انه حد يقول لنا القدس الشرقية والقدس الغربية. القدس كل القدس عاصمة لفلسطين، هي دي رؤية المحامين العرب ودي رؤية نقابة المحامين اللي احنا مش هنتراجع عنها. احنا عندنا ايمان ان الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وبقاء، اما هم واما نحن. لا بديل الا بفهم عوارض هذه القضية بمفاصلها الدقيقة. احنا ما عندناش امكانية ولا قبول لا جزئي ولا فرعي. الحكام يقولوا زي ما هم عايزين، يحكوا زي ما هم عايزين، يحلموا زي ما هم عايزين، لكن الشعب العربي لن يقبل الا فلسطين، ولن يقبل اسرائيل، ولا من يدعم اسرائيل، ولا من يساند اسرائيل. واعلننا ونعلن فلتسقط اسرائيل، وليسقط كل من يساند اسرائيل، ولتسقط الولايات المتحدة الامريكية، ولتسقط كل من يؤيد هذا الكيان. ده شعارنا، هذه هي قضيتنا. لا فصال في هذا المشهد ولا تراجع منا عنه. ده ايمان احنا ورثناه عن اسلاف عظام مش هنتخلى عنه. بس لازم تبقوا فاهمين كمان
انه مطلوب ان العراق تتجزا وتبقى 3 دول، ومطلوب ان سوريا تبقى 10 دول، واليمن تبقى اكثر من دوله، وليبيا اكثر من دوله، والخليج بلا ملامح، ومصر مطلوب ان تضرب وان تقوض. حمى الله مصر لانها هي التي سوف تحمي ميزان هذه الامه، هي التي سوف تنتصب للدفاع عن هذه الامه. احنا فاهمين كويس، احنا قلنا زمان ضد تقسيم العراق، ضد تقسيم سوريا، ضد تقسيم ليبيا، ضد الحرب في اليمن، ضد تقسيم الخليج، وضد نهب الخليج وثروات الخليج، احنا قلنا كده، وايضا ضد اي محاولة لتركيع مصر واجهاضها. انا عايز اقول كلام واضح علشان تبقى فاهمة موقفي بوضوح. في الايام الاخيرة جرى حديث واحد اسمه محمد علي، قعد يتكلم وقال نروح ونيجي وبعدين عايزين نسقط النظام في مصر. احنا كنقابة محامين مش حزب سياسي، بس لا يمكن نسمح بسقوط النظام في مصر، ولا سقوط الدولة المصرية، ولا سقوط الجيش المصري، ولا سقوط المجتمع المصري. احنا مش ممكن نقبل اللي احنا شاركنا في صناعة دستور وطني ديمقراطي يقول ان مصر دولة ديمقراطية حديثة، الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي له وللدولة وللمسيحيين ولباقي الطوائف الدينية الحق في تحكيم شرائعهم فيما يخص احوالهم الشخصية. هذا هو ميزان الحكم لدينا، لا يمكن نقبل في مصر. عايز تقلب نظام الحكم عشان تعمل ايه؟ دولة دينية؟ لن نقبل دولة دينية. عايز تقلب نظام الحكم علشان تعمل دولة نظام عسكري؟ لن نقبل دولة عسكرية. علشان تقلب نظام الحكم علشان تجيب حكومة أمريكية؟ لن نقبل حكومة أمريكية. لن نقبل إلا الإرادة المصرية والدولة المصرية. كفانا تشتيت وكفانا تقويض لهذا البلد اللي احنا يجب ان نحافظ عليه. احنا مش هنسلم لا مجتمعنا ولا وطننا لاي فئه تريد ان تخطط في الشوارع بكره ننزلوا اسقطوا نظام الحكم فالناس تنزل تسقط نظام. هو ده ينفع؟ هو احنا بعد اللي احنا شفناه في يناير من احداث، ده المحاماه لم تضرب الا طوال سنوات الثوره. الفئه الوحيده اللي اديرت من الثوره كانت المحاماه. المحاكم اتقفلت والاقسام اتقفلت والنيابات اتقفلت والمكاتب المحامين اتقفلت، بس هم كانوا بياخدوا مرتباتهم. الا احنا اللي دفعنا الفاتوره. مش هنسيب حد يدفعنا فواتير الوطن. احنا بنحافظ على احنا ممكن نختلف مع السيسي ونختلف على رؤيته ونختلف مش عارف على العاصمه الاداريه ونختلف على السياسه الفلانيه وعلى الموقع الفلاني، لكن مش ممكن نبيع مصر، مش ممكن نضرب مصر. اللي عايز يسقط نظام الحكم مش منا، ولن نؤيده ولن نسنده سواء كان محامي او غير محامي. لكن احنا بنقول انت بتتحمل مسؤوليه ما تقدم عليه، لكن احنا كان مسؤوليتنا ان نكفل لك حق الدفاع. احنا مسؤولين في نقابه المحامين ان ندافع عن جميع المتهمين المقبوض عليهم في الاحداث الاخيره وفي غير الاحداث الاخيره. وانا من الان اشكل واكلف كل النقباء الفرعيين بان يتولوا كل في مكانه الدفاع عن جميع المقبوض عليهم. ما فيش خلاف، دي كفاله احنا مسؤولين عنها ومش هنتخلى عنها، بس مش هنسمح لحد ان يجر نقابه المحامين لتبني وجهه نظره ولا لرايه ولا لفكره. هو حر، لكن احنا كمان احرار. احنا كمان في نقابه المحامين عارفين موضع اقدامنا، امتى نختلف وامتى نتفق ومتى نحافظ على الوطن ونحافظ على البلد. ايضا ما حدث من تحقيقات جرت مع بعض المتهمين في بعض الاماكن زي محكمة زينهم، جرى حصارها ومنع المحامين في بداية الامر من دخول المحكمة
وأنا أعلن أمامكم اليوم أن هذا لن نقبله في نقابة المحامين. لن يمنع محامي من دخول محكمته مهما كانت الأسباب ومهما كانت المواعيد. في قاضي يبقى في محامي، في وكيل نيابة يبقى في محامي. المحكمة دي مش محكمة القاضي ومش محكمة وكيل النيابة ولا محكمة المحامي، دي محكمة الشعب كله. وعندما تكون هناك ضرورة للمحاكمة لازم نبقى موجودين. احنا رفعنا الأمر لكل المستويات القانونية، إذا حجب المحامون من دخول المحاكم فسوف أكلف جميع المحامين بالامتناع عن الحضور أمام جميع النيابات مهما كانت الأسباب ومهما كانت العواقب ومهما كانت المسؤولية. ونسيبهم إذا أرادوا أن ينفردوا بالمتهمين هنسيبهم، لأن إحنا مش هنقبل إن إحنا نبقى عوارض، ولا نقبل نبقى على سبيل الاستثناء، ولا نقبل إن إحنا نبقى ندخل بالتماس. لابد أن يكون دخول المحامي دخولا كريما كدخول القاضي ودخول وكيل النيابة، وإلا فلا الأفضل ألا يحضر مع المحامي مع المتهم محامي، من أن يحضر معه محامي مجهد أو محامي مقهور. هذا أمر نحن نرفضه في نقابة المحامين. ما كانت المحاماة في يوم تقبل هذا الضيم ولا تقبل هذا الخطأ، وأنا أطالب كل مسؤول ارتكب هذا الخطأ أن يصححه. وأنا أنبه على جميع السادة المحامين اعتبارا من السبت القادم، إذا منع المحامون من دخول المحاكم فلا يقفوا على الأبواب ولا يلتمسوا الخروج، وإنما أنا أدعوهم للقاء بنقابة المحامين لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذا العدوان على كفالة حق الدفاع. ده أمر ما فيهوش رجوع، وأمر ما فيهوش تنازل، وأمر ما فيهوش تقهقر. إحنا في النهاية قضانا واضحة، إحنا قلنا من الأول إحنا مع هذه. على فكرة من مظاهر السيادة اللي إحنا متمسكين بها لهذه الدولة هي سيادة القانون، هي سيادة القانون. لأنه اللي بيرتكب، اللي بيمنع المحامي من إنه يلتقي بالمتهم بيرتكب مخالفة دستورية. الناس دي ما قرتش المادة 54 من الدستور. المادة 54 من الدستور بتقول يبلغ كل متهم بالتهمة الموجهة إليه ويمكن دستوريا من أن يلتقي بمحامين، ولا يبدأ معه التحقيق إلا بحضور محامي. دي المادة 54 من الدستور. ولا يبدأ التحقيق إلا بحضور محامي، ولا يحاكم إلا بحضور محامي. لما تيجي أي جهة تحاول أن تعبث بهذا الحق الدستوري للمواطن وللمحامي، إحنا أول من نواجهه، إحنا أول من نهاجمه. لكن أعود مرة أخرى وأقول، من حق أي محامي أن يعتنق الفكر الذي يريده والرؤية التي يراها، لكن ليس من حقه أن يسحب نقابة المحامين لتنفيذ ما يريد من أفكار. هو في النهاية من يتحمل مسؤوليته. إحنا فقط مهمتنا، حتى لو اختلفنا معه في الرؤية واختلفنا معه في السياسة واختلفنا معه في المنطق، سوف نحميه طبقا للقانون كما نص القانون وكما نص الدستور. هذه هي رؤية نقابة المحامين التي لا تتزحزح ولا تتراجع ولا تنهزم، وسوف تبقى نقابة المحامين بإذن الله وبعنايته. هي درع الأمة، وهي التي تحمي الوطن وتدافع عن حقوقه وحرياته مهما كانت الأسباب. عاشت نقابة المحامين للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.